قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ما هو السبيل الذي يراد به الجهر والتخافت؟ جزاكم الله خيرا. السبيل هو التوسط بين الجهر والمخافتة، التوسط بين الجهر والمخافتة، هذا هو السبيل المشروع. لا يجهر جهرا يترتب عليه أذى للناس، أو مخافت بقراءته حيث لا يظهر له صوت أصلا ولا يحرك شفتيه بالحروف، بل يتوسط في هذا. فابتغي بين ذلك أي بين الجهر والإخفاء سبيلا أي طريقا وسطاء. جزاكم الله خيرا. الجهر بالصلاة، نعم، الجهر بالقراءة، لأن المراد بالصلاة هنا القراءة. الجهر بالقراءة في صلاة الليل، في صلاة الليل نافلة أو غيرها، نعم. الجهر في صلاة الليل هذا مستحب، والإسرار في صلاة النهار هذا مستحب. فإن أسر بالليل أو جهر بالنهار هذا جائز، صلاته صحيحة إن شاء الله، لكنه يكون تاركا لسنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.